وهذا سائل يقول: ماتت أمي وهي تدعو الأولياء والصالحين على جهل، فهل يجوز لي الدعاء لها بالمغفرة؟ لا، لا تدعو لها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما يجوز هذا. نعم. رجل كان جده يتعاطى السحر والشعوذة ثم توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يتم منه، ووجدت له كتب تعلم السحر، فهل يجوز الترحم عليه؟ وهل يبنى له مسجد ويحج عنه ويعتمر رغم أنه كان يعيش في منطقة فيها جهل وربما لم يبلغه خطورة هذا العمل؟ الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى للمسجد، يترك أمره إلى الله إن كان جاهلا، هو أفضى إلى الله وقدم على الله. أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر الله، ولا ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا، نعامله معاملة المشركين. أما فيما بينه وبين الله فهو أعلم به. نعم نعم. ولا تركته، تركته تصير لبيت المال ما تصير للورثة.